عروش اضافه المنظومات، واحد من المشاريع المهمه اللي تتبنتها وزاره النفط والشركه العامه لتعبئه خدمات الغاز. بدا العمل باضافه المنظومات في على مستوى العراق عام 2016، الى الان العمل مستمر باضافه المنظومات. بدانا بالسيارات التابعه لوزاره النفط ثم بقيه الوزارات، والان الى كافه المواطنين يتم اضافه منظومات لمركباتهم. عدد تم انشاء محطات بالتنسيق مع شركه توزيع المنتجات النفطيه لتزويد المركبات التي يتم اضافه المنظومات لها. في محافظة النجف عدد المنافذ اللي موجودة قرابة 5 منافذ تقريبا تابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية وشركتنا الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز. أيضا هنالك خطة مستقبلية لزيادة عدد المنافذ الموجودة في المحافظة. أيضا لدينا خطة مستقبلية لزيادة لإنشاء ورشة نموذجية تكفي تفي بالغرض وتكتفي لاستقبال العدد المتزايد من المواطنين والمركبات على الورشه. ايش رايكم نعزل الغاز بالخزان عن السيارات؟ تحترق، والحمد لله اشكر. اي حاله من 2016 ولغايه الان 12/5/2024 لا يوجد اي حاله حريق، وهناك تقارير كامله من قبل الدفاع المدني، وهناك تزايد جدا عالي من قبل المواطنين بالإضافة، وهناك أجزاء لإضافة المنظومة هي أجزاء كهرباء وميكانيك وخزان. المنظومة تتضمن من أجزاء كهرباء وميكانيك وخزان. بس احنا اكو معلومة بسيطة جدا بسيطة نضيفها للمواطن، انه دائما يجي المواطن يدي احور سيارتي، وهي مو تحوير للمواطن، انه إضافة شيء نضيفه بالسيارة مع منظومة البنزين، نضيف منظومة أخرى هي منظومة الغاز صديق للبيئة. في حالة ما زاد شو تسوي؟ هذا الصالح مشروع جيد جدا، بس احنا كمحافظة النجف نطالب يعني بتوسيع هذا المشروع، يعني استيعاب 3 سيارات باليوم كمحافظة قليل، يعني إذا يعني بيها مجال أو يعني مثلا يطور المشروع توسع يعني مثلا 20 سيارة باليوم 40 سيارة باليوم، على مود مثلا اكو ناس هواي يعني 7 اشهر 8 اشهر يلا يوصل هالسرعه.